أصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أمرا بتشكيل لجنة تحقيق عليا لمتابعة الخروقات التي تستهدف أمن وسيادة العراق وسمعته والتزاماته الدولية لتحديد المقصرين على أن تنجز أعمالها خلال 30 يوما. وأظهرت وثيقة نشرت في عدد من وسائل الإعلام أن اللجنة تضم قادة عسكريين وأمنيين وأعضاء من البرلمان، وتقرر تشكيل اللجنة برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم العرجي وعضوية كل من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس جهاز الأمن الوطني الفريق الأول الركن عبد الغني الأسدي ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير يهر الله.